ليل مسقط فسحه للجمال المحض حيث تتلالا نجومه في اعلى جبال مسندم ويتفجر كعيون الماء العذب بين ازقتها وممراتها ليل مسقط الجزء الذي يمثل الكل واليومي الذي يتقن الدفاع الدائم عن تاريخ الانسان والمكان ويحرس حاضره ويمهد لمستقبله والتفاصيل بعد قليل ما عندي انا طبعا عند سيد العطر والعود عبد الصمد القرشي اللي يقدم لكم اكبر واروع تشكيله من بخاخات العود في العالم مع دهن من نفس نوع البخاخ أو بصراحه مالها مثيل بحيث انك تستخدم الدهن بعدين تتعطر بالبخاخ من نفس نوع الدهن على سبيل المثال طيب بتراث العود وتتعطر ببخاخ تراث العود واوعدكم عندكم راح تحصلون على ثبات فوحان للعطر خرافي عبد الصمد القرشي ساده العطر عاطرة تليق بكم جميعا مشاهدينا الاكارم اينما تكونوا في هذا الوطن العزيز وتقبل الله صيامكم وقيامكم وصالحات الاعمال، ربما احتاج شخصيا وايضا نذكركم بالوقت، هذا الوقت الذي يتعاقب ليله ونهاره ويمضي سريعا، يحتاج منا جميعا ان نقف عند هذه الدقائق واللحظات ونتفكر فيما نقدم وفيما نقضي فيه من وقت وتحديدا في هذه الايام التي تمر سريعا في هذا الشهر الفضيل. باسمكم جميعا مشاهدينا الاكارم اليوم الى جبال مسندم وكنا قلقين ان يكون البث مرئيا حيث يكون ضيفنا العزيز ولكن تفضل علينا بالوصول الى هنا حيث بث ليل مسقط وهذه السهرات التي تأتيكم يوميا في هذا التوقيت معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي الموقر وزير الدولة ومحافظ مسندم ضيف هذه السهرة مشاهدين الأكارم فأهلا وسهلا بك معاليك وكل عام وأنتم بخير أهلا وسهلا بكم أخي موسى وجميع المشاهدين خاصة ربما من مسندم أيضا ومن عمان كافه عبر اثيركم الطيب وعبر برنامجكم المميز. انت صديق للعدسه يعني فربما تجد هذه الكاميرات قريبه منك فانا اول ما شفتك عينك كذا ترقب هذه الكاميرات معاليك. صحيح العدسه مثل عدسه العين تراقب وتوثق وتتجول وهي لغه ان احسنت الحديث بها امتعتك وان يعني ايضا تعمقت في فلسفه اللغه البصريه والتفكير البصري استطعت ان تبدع وتبتكر شيء جديد يسعد به العالم كله ويغير ربما من مجريات الاحداث. افتتاحيه تبشر باحداث كثيره في هذه الحلقه. معاليك كيف تركت محافظه مسندم؟ اليوم في عمان وبعض محافظاتها هنا أمطار وأجواء أيضاً طيبة، كيف الحال في مسندم؟ الحمد لله أيضاً نالت نصيب حقيقة جيد من الأمطار وهذه ربما يعني السحب التي تتجول في عمان كان لها نصيب خاصة في ولاية دبا قبل اليومين كانت ماطرة وسالت الأودية والناس استبشرت الخير يعني بها خصب أيضاً نالت نصيب لا بأس به اليوم والناس تفرح وتستبشر خير بغية السماء دائما ها. هذه عادة العمانيين ترى الأخبار والعلوم لكن احنا صحيح. اخذنا اخبارك وعلومك تحت الهواء ولكن يبقى هذه سالفه ان يسالوا على الامطار لان خصوصا هنا معنا كثير في في الشمال ايضا يعنيهم للافلاج الامطار مرتبطه ايضا بالافلاج وكذا فما بعرف شح المياه في مسندم الى اي حال وصل الحمد لله طبعا شح المياه يعني قد قد يكون ليس الهاجس الأكبر في في المحافظة ولكن بحكم طبيعتها الجغرافية يعني ولاية خصب إلى الآن وهي يعني تتوزع فيها المياه لكافة المنازل حقيقة من مياه من المياه الجوفية وهي أرض خصبة وأرض أيضا زراعية في سهولها أما بقية التجمعات السكانية والولايات فتعتمد على يعني التحلية وأيضا بعضها يعتمد على الافلاج وعلى المياه الجوفيه مثل ولايه مدحة على سبيل المثال جميل وفي ظل الجائحه كورونا ايضا محافظه قد تكون منغلقه او بعيده نوعا ما وفي كثير مما نقرا اليوم ان تحتاج الى تسليط ضوء على محافظه مسندم بشكل عام في ظل جائحه كورونا ولربما بسبب يعني وضعها الحدودي الجائحه جاءتها مختلفه <applause> عن بقية المحافظات أنت ربما في بقية المحافظات قادر على التجول بسبب التحكم في حدود المحافظات البري واستطاعة الأشخاص التنقل ولكن بسبب الحدود التي تحد يعني المحافظة وولاياتها وأيضا بسبب خلنا نقول تفرق ولاياتها بسبب الطبيعة الجغرافية جاءت الجائحة بشق يعني ربما يصعب على على الساكن التجول بأريحية إلى خارجها إلا عن طريق العبارات وعن طريق الطائرة ربما في بداية الجائحة ولكن مع يعني تأقلم الوضع الإقليمي والمحيط بنا بدأت عملية التنقل عبر الحدود تأخذ طابعا يعني أفضل <applause> خاصة بالنسبة للبضائع التجارية مبدئيا وبعدين طبعا تطورت إلى أن الأفراد أيضا يستطيعوا التنقل. لكن هناك تحديات وهذه التحديات هي طبيعية. لربما هذه التحديات لم يشهدها الأهالي مسبقا بسبب أن يعني الجيل الحالي ولربما الجيل السابق لم تكن هناك حدود يتحكم فيها بهذه الكيفيه، وايضا لم تعبر لديهم جائحه بهذا الحجم وبهذه الكيفيه والصعوبه. نعم فهي تجربه برغم كل تحدياتها ولكنها ايضا مفيده، مفيده لانها يعني ترجمت بعض التحديات بصوره اوضح للساكن ولايضا المسؤول. نعم ربما كنا سنفتح موضوع ولكن بما أن ذكر موضوع الطيران والعبارة أيضا ما قبل الجائحة والآن أثناء الجائحة الحديث بين الأهالي والسؤال الذي يطرح على الحكومة أنها لم تبادل أو تبادر عفوا بتوفير أكثر من طائرة أو أكثر من رحلة خلال الأسبوع وأيضا في موضوع العبارات يطالب بوجود أكثر من رحلة لتسهيل تنقلاتهم صحيح وهي طبعا مطالبه حقيقه مشروعه لربما في بدايه الجائحه مع ظهور تحدي التنقل كان الراي مختلف اننا نريد نريد هذا التحكم بحيث ان لا تاتي ايضا تبعات هذه الجائحه الى مسندم القطاع الصحي لا يتاثر الاهالي ايضا لا يتاثروا ولكن مع مع نضوج فكره يعني فتره التعامل مع الجائحه كان هناك العكس لأن الأنشطة الاقتصادية بدأت تعمل وهناك رغبة في زيادة هذه الخدمات. حقيقة المميز لربما أن مقاعد الطيران يعني إلى ولاية خصب زادت للضعف. نعم. يعني خلال فترة الجائحة وخاصة بعد يعني شهر سبتمبر في 2020 لربما ولاية أيضا دبا تعاني من التنقل بسبب أنها أيضا محدودة. في 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 قدرتها على الوصول لبقية ولايات المحافظات الاخرى فكان هناك زياده حقيقه في عدد العبارات ولكن زخم التنقل كبير وبالتالي هناك يعني من من التاكيد تحدي في في مساله متى تستطيع ان تذهب يجب ان تبرمج نفسك بشكل مبكر ومسبق بحيث انك تحصل على مقعد مع سياره ومركبه واحده على الاقل فاتصور هي تحديات موجوده ولكن هذه التحديات هي ضروريه في ظل الوضع الراهن. جميل. بما اننا نتحدث ايضا عن الطرق الحديثة جر بعضها معالي السيد ذكر موضوع دبا والان اهم مشروع تنموي في السلطنه وفي ظل ظروف اقتصاديه كبيره ياتي مشروع طريق دبا ليما خصب. فيه ما فيه من التحديات الكثيرة وبسألك في من زاويتين زاوية المسؤول كيف يرى أهمية هذا المشروع وزاوية الفنان أيضا في مسارات هذا المشروع والقيمة السياحية المضافة على جنبات الطريق الطريق كما خطت له حقيقة منذ بداية وضع يعني ملامح استراتيجية مسندم الاقتصادية والتي تمتد ربما إلى 2040 والتي جاءت موازيه لرؤيه عمان كان الطريق من اهم مشاريعها وربما من الاكثر كلفه فخطه حقيقه طريق بحري رائع جدا في مواصفاته ولكن بسبب الكلفه والتغيرات الاقتصاديه ارتوي ان يتاجل طريق يعني خصب دبا الذي كان مخططا له والآن طبعا لربما عدنا إلى الطريق الجبلي الذي أنشئ في بداية 1980 وهذا المسار هو مسار قديم جدا يعبر يعني جبل حارم والصحاصح وجبل خنزور ومنه إلى وادي البيح وخب شامس ومنه إلى دبا ويتفرع إلى ليما عبر الروضة فهذا الطريق ايضا الان في 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 ظل اعلان الذي تم وبتوجيه حقيقه من قائد البلاد المفدى بان يؤكد اهميه هذا التواصل تم الاعلان عن ان يقام هذا الطريق الان كلفته ستكون بالتاكيد اقل ولكنه سيفتح المنطقه بشكل واسع جدا للعبور بين ولاياتها ونيابه ليما وايضا في نفس الوقت سيتم العبور على مناطق جديدة ربما لا يرتادها شخص ساكن في مسندم بشكل يومي. قد يكون الطريق جبلي به كثير من التعرجات ولكنه أيضا سيكون جميل. المميز أيضا ربما في الطريق أن سيكون هناك طريق إلى قرية كمزار وسيكون طريق ترابي وهذا الطريق قد يصل طوله إلى خمسين كيلو. اعتقد بان العابر في هذا الطريق مستقبلا ان شاء الله انتم وهو تحدي كبير بسبب جغرافيه شمال المحافظه الا انه سيفتح يعني مناظر طبيعيه جديده جدا على الناظر والذي لا يصل لها الان الا الماشي وربما الا من يعبر بالبحر نعم فهذه الشبكه من الطرق راح تؤمن سيناريو جديد في اقتصاد المحافظه جميل. معاليك ربما الحديث دائما عن الحجر والتنميه والطريق وسحر مسندم ولكن بسالك لان ايضا لك رؤيه فنان وانا اركز على هذه بين قوسين واسالك عن الانسان في محافظه مسندم، اذا نستطيع ان نصف الانسان الفرد في مسندم ماذا تقول عنه؟ ربما يعني اقول حقيقه الكثير جغرافيه المنطقه والمتتبع لتاريخها ومنطقه عبور بحري مهمه جدا الاحداث يعني التي مرت بها المنطقه احداث كثيره الجيوب السهليه التي ايضا تتواجد في مسندم تضعنا ان نفكر كيف استطاع من يسكن هذه المنطقه التاقلم مع هذه البيئه بين القاسيه وفي نفس الوقت هي بيئه معطاءه سواء كانت في الثروه السمكيه، في القطاع الزراعي، في في سهول المنطقه وفي سهول الولايات. اتصور بان يعني حضاره الانسان في تلك المحافظه هي حضاره عميقه جدا، ترتبط بفكر البشر. والمتجول حقيقه في بعض المناطق او القرى القديمه. تجد كيف هي المباني، دقه صناعه هذه المنشآت والمباني، هناك احجار في اسقف بعض يعني المنازل وفي اسقف بعض يعني ابواب المنازل قد تقدر ب يعني بنصف طن او بطن حق حقيقه. منحوته بشكل جيد جدا ورائع وتعيش الى الان وكأنها جديده. هذا دليل بان هناك حضاره ممتده وقويه. اعتقد المتجول ايضا في الجبال استطاع الانسان ان يتكيف مع البيئه وان يعني يكون مناطق زراعيه في اعالي الجبال فالمتجول على سبيل المثال في الجبال يجد منطقه تسمى وتبدا تسميتها بالسل سل كبير سل صغير <applause> في كمزارو على سبيل المثال، وفي بعض المناطق هناك اكثر من سل، والسل هي منطقه سهليه يزرع فيها ويجمع الماء في احواض عن طريق مسارات مائيه من صنع الانسان وبرك وتخزن للمواشي وللزراعه. فانا اتصور بان هذه الحضاره هي جديره بالاهتمام و ولربما اعتقد بانه ايضا جديره ببعض المفكرين والباحثين في هذا الجانب. ان تعمقوا في هذه الحضاره سيجدوا الكثير من الـ من الـ يعني خلنا نقول الارث الذي يستطيع ان يخرج على هيئه ثقافيه مميزه. نعم. طيب معاليك اذا جئنا لرفع تمثيل الحكومة في محافظه مسندم، كانت الان على مستوى وزير وزير دوله وتمثل اول وزير دوله ومحافظ مسندم، ماذا يراد بهذا الابجريد ان صحة التسميه؟ وهل سنرى ايضا تشكيله اداريه كما هو الحال في محافظه ظفار بوجود بلديه تتبع مكتب المحافظ وتترجم مساله اللامركزيه في العوده الى مسقط في بعض النشاطات التابعه لبعض المؤسسات الحكوميه؟ بالتاكيد المتتبع لتاريخ المحافظه في في النمو الاداري لربما ما قبل النهضه تواجد الولاه والسلطه التي هي موجوده مع الوالي والقاضي هذه كانت طبعا في اعلى مستويات اللامركزيه في 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 احد جوانبها ولكن كان الاقتصاد في تلك الفتره اقتصاد خلنا نقول محدود، اقتصاد مكاني محدود مرتبط بالقطاع الزراعي والسمكي. ولاحقا مع مع وجود النهضه وتفرق السلطات وتنامي الهيكل الاداري مسندم كانت من أوائل المحافظات حقيقة التي جاءت باسم محافظة وليست منطقة وكان بها محافظ وامتدت يعني ها وامتد هذا التطوير إلى فترة إلى أن تقريبا 2019 وكان بمستوى وكيل وزارة وأريد يعني لكي تمثل هذه المحافظة بشكل أقوى في أروقة يعني الهيكل الحكومي العام بحيث أن يمثلها بمستوى وزير وبالتالي بالتأكيد هناك مشاركة سياسية أفضل هناك إيصال للصوت أفضل وهذه كانت حقيقة إرادة من المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس وبتأكيد من جلالة السلطان أيضا هيثم يحفظه الله بأن يواصل هذا الهيكل في هذا المسار جميل طيب ربما سنؤجل بعض ملفات محافظه مسندم والاولويات الان الموجوده على طاوله معالي السيد ابراهيم بن سعيد البوسعيدي الموقر وزير الدوله ومحافظ مسندم للتعرف على شخص معالي نقرب منه ونستحضر ايضا بعض ذكرياته وتحديدا في فترة الجامعة وتخصصه في الجامعة قد يكون بعيد عن التخصص ما يدير ما هو مسؤول عنه الآن وكذلك هواياته المرتبطة بالتصوير إلا أنه مؤكد سيترجمها لأن على ساحل بحري قد ينتفع منه أيضا وينتفع من دراسته معاليك العودة إلى أروقة جامعة السلطان قابوس مباشرة والتخصص تخصصكم كان في مرتبط بالصيد البحري فكره التخصص وايضا دخولكم الى هذا التخصص في ظل وجود ربما تخصصات قد تكون اقرب للشاب حينما يبحث عن وظيفه تضمن له مستقبل جيد عفوا. نعم حقيقه بالنسبه للتخصص في الص... يعني تقنيات الصيد البحري هي بالصدفه تماما م. الاسره وامتدادها في العمل غير مرتبطه بالقطاع البحري اطلاقا ولا الصيد نعم. ولم ولم نكن من الساحل ولكن حقيقه قبولي في في كليه الزراعه والعلوم البحريه في وكنت من الدفعه السادسه في جامعه السلطان قابوس نعم. آه هو بمحض الصدفه نسبتي يعني ولظروف معينه اهلتني اكون في آه هذه الكليه نعم. ولكن من خلال يعني التوجه الحقيقي كنت متوجه للقطاع الزراعي اكثر لانه لربما اقرب نعم. بحكم امتلاك الاسره لقطعه ارض زراعيه وطوي نعم في هذيك الفتره م. كانت ممتده، مع الوقت حقيقه وتنافس التخصصات والاقسام في كليه الزراعه، وجدت حقيقه مع جمله من الزملاء والاصدقاء بان قطاع الثروه السمكيه والقطاع البحري اكثر متعه. م. واكثر قربا من الطبيعه والبيئه. نعم، وتفاصيل ايش تقنيات الصيد البحري؟ مع دخولي طبعا لقسم العلوم البحريه هناك قسمين يعني قسم العلوم البحريه والذي يبحث في الاسماك وبيولوجيتها، والقسم الاخر في تقنيات الصيد. نعم فانا احب حقيقه يعني التنزه، احب الطبيعه كثير، فوجدت انه هناك في جمله من الحماسه اكثر في قطاع الصيد البحري المباشر وبالتالي هناك جانب تقني في الصيد البحري فأخذت هذا التخصص وهو تخصص مرتبط بالسفن سفن الصيد ومرتبط بكيف تقوم بتطوير تقنيات الصيد وما هو مستخدم فيها سواء في الصيد الحرفي أو التجاري نعم وحقيقة كانت فترة الدراسة في هذا التخصص ممتعة لأبعد الحدود يعينك الآن يعينك وأنت تقف على ميناء خصب تحديدا أو ترى بعض السفن التي تجوب مواني مسندم بالتأكيد لأن أنا عملت لاحقا في وزارة الزراعة والثروة السمكية في هذا القطاع لمدة 16 سنة آه وبدأت حقيقة بالعمل آه في ورشة آه صغيرة في سوق مطرح آه وكان ذلك في تقريبا عام 1995 آه في تلك الفترة كنت قريب من الصيادين وقريب يعني من التجول في الولايات الساحلية وعلاقتي كثيرة بالصيادين وفي نفس الوقت بمن مسوقين الثروة السمكية وخلافة وخلال هذه عشر سنة آه كانت طبعا تدرجت من, من كوني مرشد سمكي أو أعمل في هذا القطاع إلى مدير عام في قطاع الثروة السمكية ربما في أواخر 2011 اللي تركت فيها وزارة الزراعة فأتصور كانت حقيقة 16 سنة مليئة بالكثير من الـ الـ الإبهار في كل شيء لأنه تتعامل مع قطاع نشط وحي واقتصادي وفي نفس الوقت تتعامل مع بيئة سياسية مرتبطة بتشابك عالمي في إدارة ثروة سمكية وفي نفس الوقت بجانب بيئي فكل هذا الزخم من العلم والحركة والتحديات حقيقة أنا ممتن لها صنعت في فكري ويعني ثقافتي وخبرتي الكثير. جميل. طيب معاليك أنت واحد من الداعمين للجمعية العمانية للتصوير الضوئي ويكاد ما نقرأ خبر إلا نجدك مع مع هذه مع الجمعية مع إنجازاتهم وتدفع بهم والحديث على لسانهم كذلك أيضا أعضاء هذه الجمعية. متى بدأت هذه النشوة؟ والاهتمام بالعدسه والاهتمام بالتصوير والتفاصيل مؤكد سيكون ايضا باب نتحدث عنه مع ضيفنا العزيز معالي السيد ابراهيم بن سعيد البوسعيدي الموقر وزير الدوله محافظ مسندم ولكن بعد فاصل قصير اللي تعرفين نفسك الوداع ستايلك قديم سودتي وجهي حركتي قلبي غرقتيني بمشاكلك بس هي تفهم ستايلي جوها جديد فالها طيب ودايم جنبي صراحه كذا عودي على مودي إليكم مشاهدين الأكارم وتحية خاصة هذه المرة لمحافظة مسندم ولمن يتابعنا من هناك الحديث عن هذه المحافظة الساحرة وهي بوابة عمان من الشمال من أقصى الشمال تحية لكم جميعا مشاهدين الأكارم ونحن هذه المرة في ضيافة معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي الموقر وزير الدولة محافظ مسندم ما عليكم نفتح باب التصوير واليوم ما بعرف صرت أنا أشوف يعني في كل بيت صار في كاميرا مثل في كل بيت صار في دراجه هوائيه في ظل الجائحه، ولكن الكل في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم عدد كبير من المصورين، والجيد في الموضوع ان عمان وعلى مستوى جلاله السلطان قابوس رحمه الله عليه كان الاهتمام بالتصوير في عمان. على مستواك الشخصي متى بدات هذه الهوايه؟ الجميل في الامر ان البدايه كانت حقيقه يعني في في نهايه دراستي الجامعيه البكالوريوس. وخلنا نقول الله رحمني مم. اني انا فعلا اكتشفت انه هذا الفن في اواخر مراحل الدراسه ولا ربما كانت تتاثر دراستي آه لاني لما ادخل في شيء جديد ويعني يتولد فيه عشق ادخل شويه بقوه يسرق كثير من الوقت مم. فكانت البدايه في ولايه دبا تحديدا في الميناء الله ميناء الصيد من هناك ربما احد الزملاء الاعزاء آه يعني آه قال لي لديك موهبة في التصوير، نعم. فلربما آه تنظر في هذا الجانب وفعلاً بدأت أسأل عن, عن ما هو ماهية التصوير؟ هل هو فقط شيء للتوثيق، أن أم أنه شيء آخر؟ وحقيقة أحد الأساتذة أيضاً آه وجه لهم التحية من نادي التصوير سابقاً آه أخذني في جولة في أحد المعارض آه ويذكر لي عن أنه هذا ليس فقط هي التقاط صورة، هذا فن، هذا تعبير وهذه نعم. لغة. فكل ما اشاهد صوره كنت انبهر واقول الله يعيني خلال الفتره القادمه كيف م. بطلع على هذا الباب الجديد فحقيقه بدات اقتني الكتب وكونت مكتبه كبيره جدا وبدات اقتني الكاميرات ومع العمل يكاد يكون الراتب كله يذهب الى معدات التصوير نعم وتحولت مع الوقت من مجرد هوايه وانتاج فني الى اطلاع على تاريخ الفنون البصريه بشكل عام في الحضارات التي تقدمت فيه. نعم وكنت انقل هذه هذا الاطلاع الى الزملاء والاصدقاء وايضا الاخوه الاصغر اللي كانوا يدخلوا ونكتذبهم في هذا الفن. نعم فلاحظت بانه في على مهد الحضارات هناك جانبين مهمين في الفنون البصريه الجانب التقني وتطوره في القرن التاسع عشر والجانب الفني التعبيري لدى الانسان وكيف تطور ذلك مع الفن التشكيلي. نعم. فاتصور بان هذه اللغه هي لغه جميله وكون ان عمان بها حضاره بشريه وجغرافيا رائعه اعتقد بان التصوير والفن التشكيلي قد يكون نافذه جيده لتوثيق ما هو موجود بداية، لكن نعم. لاحقا انتقل لا, لا فقط وكيف يستطيع المجتمع ومجتمع الفنانين الى التعبير عن قدرة هذا المجتمع في في ابهار المجتمع الدولي؟ نعم. هو العالم الان ايضا يجنح نحو الصورة ونحو التقنية والعالم الرقمي وهذا اقف عنده بس سؤال مهم من حيث الاستاذ او من ارتأى عندك هذه الموهبة؟ الان انت مصور يعني متمكن كيف تنظر في فلان وتقول أن عنده هوايه، كيف تقيم هذه الصوره؟ انها لمحترف او انها هاون او ربما صوره ما يعني نعم نعم طبعا الناظر والمتعلم لقراءه الفنون البصريه نعم. اي كادر له ابعاد مرتبطه ببعض النظريات الرياضيه م. وهناك طبعا نظرية المثلث الذهبي أو القطاع الذهبي نعم في التثليث وهناك خلنا نقول القطاع الذهبي الدوراني وهذه النسب العارف يستطيع أن يقرأ نعم في الكادر كيف تم ترتيب الأجزاء داخل هذه الصورة نعم بالنسبة للتصوير هذا طبعا ينطبق على التصوير والتشكيل وعلى أي فن بصري لكن في التصوير هناك أبعاد تقنية مرتبطة بالإضاءة في الصورة لحظة التقاطها، مستوى الإضاءة، السطوع وهناك قبل التقنية الرقمية كنا نستخدم الأفلام وهذه لها يعني بحر واسع من الكيمياء. والنظريات وما بعد 2006 تقريبا مع نضوج التقنية الرقمية أصبحنا لا نقرأ الصورة بمنظور كيف تقرأ تقرأ التقنية الرقمية لهذا الكادر. فهذه هي لغة كل ما تعمقت فيها كل ما استطعت أن تبدع ولا, ولا ننظر هنا فقط للإبداع وإنما دائما الزملاء أشيد على يدهم لا يفرق بينك وبين من هو ابتكر شيء جديد ومدرسة جديدة في الفن لربما تستطيع أن تبتكر شيء في الحضارة الإنسانية ويكون لك محطة في إنتاج شيء جديد سواء كان تقني أو كان أيضا في إنتاجك الفني فهذا النضج الذي يغذي الثقافه الانسانيه والذي يغذي الفهم البصري ينتج لك شخص مبدع جميل جيد الله فطر فيه الكثير من القدره الالهيه ويعززها بالاطلاع ويعززها بالحماسه في الانتاج والابتكار. جميل انا بعد كل هذا ربما ان بما ان قال مثلث الذهب الان المثلث الذهبي في مسندم المكان بجغرافيته وتاريخه وما يملك من مقومات سياحيه والانسان ايضا في محافظه مسندم ربما هذا الثالوث كان ينقصه وجود فنان يستطيع ان يدمج ويستثمر ما بين الاثنين واظن هذه العدسه وهذه اللغه التي يتحدث بها ضيفنا العزيز قادر على ترجمه ما هو افضل لذلك المكان العزيز على قلوب العمانيين في محافظه مسندم. طيب معاليكم في ظل هذا العالم الرقمي ودخول التقنيه وسهوله تزوير وسرقه الصوره وربما دبلكتها وما عادت هذاك الجهد اللي يبذل زمان ربما تبذل جهد كبير حتى تخرج بصوره معينه الان العالم الرقمي يستطيع ان يغير لك صوره مثل اصوات البعض اللي ما له دخل في الغنى لكن يستطيع عن طريق بعض التقنيات يطلع لك افضل افضل مطرب كيف تتعاملوا مع هذا الدفق الرقمي المتتبع لتحول المدارس الفنيه في تاريخ الفنون البصريه طبعا مع دخول التصوير في مطلع القرن التاسع عشر غير من مدارس الفن المرسوم نعم. من الواقعية إلى التشكيل وغياب الواقع ثلاثية الأبعاد الواقعية إلى ثلاثية أبعاد أو عذرا إلى أشكال فمستوى التعبير في المدارس الفنية كما جاءت مثل على سبيل المثال التكعيبية والسريالية وخلافه هذه هي ما تسمى بالترند تأتي في مع تطور التقانة يتلازم التصوير الضوئي مع التقنية كل ما جاءت التقانة تغيرت مسألة الموجة السائدة نعم فالآن ما يعيشه العالم ليس فقط الإنتاج الفني وتحولت الكاميرا من أن أنها تصور المنظر والمشهد إلى أصبح الإنسان يحكي قصته. اليوميه، كيف يعيش من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؟ وكيف يستطيع ان يعبر من خلال ما هو سائد من ترند، وهذه الترند تبتكر. فكل ما يحاول الان التقنيين وملاك منصات التواصل الاجتماعي لابتكار اشياء جديده يستخدمها الافراد في انتاج شيء جديد ف وأيضا هي مرتبطة بالتسويق فهذا الزخم جعل من الصورة لا تقف بنفسها الآن ك ك كإنتاج فني وإنما كقدرة بشرية فهذا الخليط آه هو مرتبط بكيف آه يتوجه العالم في الإنتاج الفني البصري في هذه المرحلة جميل. مع بقاء بعض الأصالة عند البعض في تصوير المناظر الطبيعية في تصوير الحياة البرية في تصوير يعني الشخصيات وهناك حدود يعرفها يعني تعرفها الأجيال نعم. فهذا الجيل إذا كان مثلا واصل وجاء وهو من مرتبط بالواقعية الجيل الذي يليه يريد أن يتمرد على الواقعية ليدخل إلى ما يسمى بالسلف إكسبريشن نعم. يريد كل يوم أن يحقق وكل ساعة انجاز امام منصات التواصل الاجتماعي. نعم. هي. هناك انجازات خلال العشر سنوات الاخيره للمصور العماني فاذا ناخذ المصور العماني الان معاليك ما, ما تخلو اي مسابقه دوليه الا وجود المصور العماني فيها ان لم يكن الاول ففي المراتب الاخرى ما الذي يميزه عن الاخرين حتى يحافظ على هذه الاستمراريه وتحقيق هذه الانجازات بالنسبه لي يعني اذا كان نتكلم عن فن التصوير الضوئي فحقيقه المصورين العمانيين وبسبب تنوع البيئه العمانيه وسخمها وتنوع المواسم الموجوده استطاعت أن تؤثر في المصور بالإضافة إلى توفر العامل التدريبي وبناء القدرات فهذه أفرزت عن فنانين حقيقة ممارسين مبدعين ورائعين في مرحلة من المراحل ركزوا على عمان فقط الآن خرجوا خارج عمان وأبدعوا أيضا فأعتقد أن الكم الهائل من المبدعين الموجودين في هذا المجال هو محصول جيد ورائع يبقى الآن أن الأجيال تتغير وعلى مستوى الهواة أعتقد أن هناك قدرة جيدة على مستوى الاحتراف والاحتراف هنا نعمل الاحتراف يرتبط بالاقتصاد كيف توظف اقتصاد الفنون البصرية ومنها التصوير والفن التشكيلي في الجانب الاقتصادي وكيف يستطيع أن يساهم هذا الاقتصاد في كل مناحي الحياة ومنها طبعاً الدعاية والإعلان الدراما السينما تصوير المسرح صنع الافلام القصيرة كل كل هذا الزخم في في مساله الفنون البصريه ان تحول الى صناعه راح يضيف للجانب الاقتصادي بشكل كبير جدا واعتقد انه هذا لازلنا لم نتطرق اليه في برامجنا التنمويه واتمنى ان يستثمر فيه لانه مردوده كبير جدا في بعض الدول من يعملون حقيقه ويعني ورقم رقم مساهمه قطاع الفنون والثقافه يتفوق على قطاع الزراعه وهي بلدان زراعيه بسبب الانتشار الواسع وقدره وصول هذا هذه الفنون الى كافه اقطار العالم وعلى سبيل المثال هوليوود يعني كاحد يعني رواد صناع الافلام هي ترتبط بالفنون البصريه <applause> <applause> إذا هي, هي المسألة متى ننتقل من مرحلة الاحتراف إلى الصناعة وربما هذا أقرب أيضا لواقع الرياضة وبعض الفنون الاخرى اللي موجوده معنا. معالي سيد انت ذكرت بانك قرات حينما بدات تعشق هذه الـ 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 الهوايه ولكن انت مش قارئ فقط ولكن هذه هذا طرح اكاديمي يعني كانك تعمقت فيها بشكل كبير جدا وهذا الامر يحسب لك ايضا ويستفاد مما تطرح. معاليك دعنا نعود الى النهضه المتجدده ويستفاد من وجودك انت الان كشاب في هذه المنظومه منظومه الحكومه وعدد كبير من الشباب ممن يعول عليهم في احداث الفارق حديثكم المباشر مع جلاله السلطان الله يحفظه فيما يوجه وكيف ترى انت الشاب المسؤول الان مستقبل عمان في ظل هذه التحديات؟ أه نعم شاب في العقد الخامس نعم مقترب من العقد السادس أه اتصور بان يعني المشهد الان اكثر وضوحا الملف الاقتصادي وهذا الملف حقيقه هو ابرز الملفات الحاليه لان الملف الذي يجعل من يعني اي اعمده التي تقوم عليها الدوله مستدامه لانه عامل مهم في ظل تنافس عالمي كبير وزخم في الانتاج وفي الصناعه وفي يعني يعني الحصول على يعني جزء من قطاعات متعدده هذا كله أعتقد يعني يقود يقودنا إلى أن كيف تستطيع أن يتقدم الاقتصاد بشكل ويوفر رفاه للمجتمع ويلبي طموحات المجتمع وأعتقد أن إن تجاوزنا ذلك ينتظر أيضا العالم بأن ربما هذه الدولة أو دولة ما تقدم وتضيف شيء لهذا العالم هكذا تنظر حقيقة الدول الصناعية والحضارات المتقدمة يجب على كل دولة أن تقدم شيء أن تضيف شيء لأن شخص واحد موجود في دولة ما غير من ملامح استخدام التقانة وعلى سبيل المثال الهواتف الذكية بسبب يمكن تقنية شخص واحد ولكنها ممتدة فالملف الاقتصادي في عمان الآن هو أبرز ملف لأن الحمد لله بقية الملفات سواء كانت اجتماعية حضارية مرتبطه ايضا بالقطاع الصحه كلها تعتمد على الملف الاقتصادي فالان ينظر الى كيف يمكن ان تنطلق عمان بالجانب الاقتصادي الى ابعاد مختلفه وهذا طبعا ملف واسع ما هي الملفات التي يتم الت... ما هي القطاعات التي يتم التركيز عليها الاستراتيجيات وضعت ومنذ فتره حقيقه ولكن كيف يمكن ان ننطلق بشكل اسرع في في تحقيق هذه الاستراتيجيات والتي تقودنا الى تحقيق الرؤيه. لربما ذكروا من التقيتهم عن بعض الملفات الاقتصاديه وهي القطاعات الواضحه اللوجستي، السياحه، الصناعه، الزراعه وايضا قطاع الثروه السمكيه. كل قطاع منها له يعني تفصيل معين وتنافسيه معينه. كيف تستطيع أن تصدر أكثر تنتج منتجات افضل وتستورد يعني مواد خام تصنعها وتصدر من خلال اقتصاد المعرفه شيء مختلف تبتكر ابتكار وتبيع هذه الابتكارات وهي في صناعه المعرفه كل هذا الزخم من من الفكر يعني ومن 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 تاسيس هذه الثقافه التي تتولد مع المجتمع يجب ان تنظمها قوانين وتنظمها بعض يعني السلوكيات التي ينتهجها تنتهجها ابتداء من الاسره والفرد عندما ينشا والى كيف نتعامل مع يعني خلنا نقول يعني نبني مدننا نعم وكيف نشغل هذه المدن ومن ابرز الملفات ايضا هي التنميه العمرانيه. مم التنمية العمرانية وهذا الملف أيضا وضع له استراتيجية حقيقة طموحة جدا والآن يقود المؤسسة وقطاع الإسكان أيضا الدكتور خلفان الشعيلي يقودها بفكر متزن وواضح فيما يخص التنمية العمرانية بعد إضافة هذا الشق للوزارة فأنا أتصور أنه البداية في, في, في تنشيط المدن وربط القطاع البلدي بالقطاع الإسكاني والتنمية العمرانية سيعمل يعمل فكر مختلف لدى المجتمع كيف ينظرون لمدنهم كيف يمارسون تجارتهم في هذه المدن كيف يصل الشخص من بيته إلى عمله وأعتقد أن عمان ستنطلق تنطلق مع هذه الاستراتيجية إلى تفكير مختلف في, في, في تنقلنا وفي بناء منازلنا وفي استهلاكنا للطاقة وفي أيضا إدارة شؤون البيئة في نعم. تدوير يعني ما نستهلكه وفي تقليص ما ما نرميه، كل هذه الحلقه يجب ان نفكر بها وان نحوكمها وان نضع لها القوانين التي تعدل من سلوكنا. نعم فانا اتصور هذا الزخم هي هي طبعا لا تخلو من التعقيد، لن تكون هنا المساله سهله في في ضبط هذا في في تحفيز هذا الفكر. وفي تأسيسه وفي ضبط السلوك البشري وفي تحفيزه إلى أفاق أبعد آه الإبتكار في التقانة أيضا هذا مجال واسع ولكن من أبدع فيه آه يعني بعض الدول التي آه استطاعت حقيقة أن تعبر آه بالثورات الصناعية التي تأسست فيها آه منذ, بدأ منذ نهاية القرن الثامن عشر وإلى اليوم امتدت هي ضبطت يعني إنتاجية الأفراد لتكون إنتاجية صناعية نعم. وموجهة لجانب نفعي اقتصادي فهذا النسق من التفكير يجب أن نتحدث به في مجالسنا يجب أن نتحدث فيه في وزاراتنا مع المسؤولين وبالتالي هذه اللغة إن تأسست أعتقد بأننا رح نعمل بطريقة مختلفة تماما عن الهدوء الذي نعمل به الآن هو ما نحتاج الحديث المستمر معاليك وأنت وضعت ربما إجابة لتساؤلات كثيرة لماذا هذا البعد بينما يطرح من رؤية جميلة جدا لمستقبل عمان ومستقبل مشرق ويكاد الرأي العام يتحدث به وبين الجماهير التي ربما خسرت الثقة في فترة من الفترات الآن المطلوب هو أن نبقى نتحدث نتحدث بشكل مستمر ونستمع لبعضنا البعض يعني على 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 طول السنة تطرح هذه الأمور يتقبلها الجماهير حتى نغير من سلوك المجموعة من سلوك الكم الجمعي بشكل عام مع ذلك إذا بنرجع لضيق الوقت نرجع إلى مكتبكم في مسندم وأهم الملفات التي تشغل بالك حتى وأنت تارك محافظة مسندم. بالنسبة لمسندم والتنمية الاقتصادية فيها، يعني أيضا تلبية طموح المجتمع هناك، وهو أيضا لا يتجزأ من من طموح المجتمع العماني في جميع محافظات السلطنة. هناك جغرافيا رائعة، نعم. هناك مجتمع راغب في العطاء. هناك مقومات واركان الدوله قائمه بشكل مميز حقيقه جدا أه فأعتقد بأن نحن نواصل الآن ما ما بدأوا به الأخوة في تأسيس استراتيجية اقتصادية لمسندم تم اعتمادها في 2016 ملامحها ملامحها تقريبا واضحة القطاع السياحي فيها يمكن الأبرز في مرحلة من المراحل ولكن حقيقة أنا أنظر إلى ما سيقوم بالدفع بالقطاع السياحي للنمو بشكل أسرع متسارع على الأقل لأن هناك سرعة وهناك تسارع فنحتاج إلى التسارع اعتقد بان مسندم تحتاج الى قطاع لوجستي جيد وقوي ويربط مسندم ببقيه المحافظات وربما بالاقليم اكثر بسبب طبيعتها الحدوديه والجغرافيه، فانا اتصور ان تمكين القطاع اللوجستي راح يدفع بالقطاع السياحي، فالان هذا القطاعين هم الابرز على طاوله يعني خلنا نقول الجانب الملف الاقتصادي، نعم. والملف الاجتماعي راح ينعكس مع تطور الملف الاقتصادي بالتاكيد، نعمل مع الشركاء سواء كانت مؤسسات حكوميه اخرى معنيه بالجانب التخطيطي وفي القطاع السياحي والعمراني، ونعمل ايضا مع القطاع الخاص بشكل كبير جدا لأن القطاع الخاص ان استثمر راح يختصر علينا مسافه وتحديات ما نعيشه الان من ازمه اقتصاديه عالميه. وحقيقه بالاقتراب من القطاع الخاص وفتح الابواب له والتسهيل له والتعامل واعطائه يعني مشاريع أقرب إلى الجاهزة في تراخيصها راح يسرع من عملية الاستثمار نعم. فأعتقد بأن الاقتراب من, من, المستثمرين في هذه المرحلة هي أيضا خطوة ضرورية نعم ربما كنا بنسأل عن موضوع السواح ولكن في ظل جائحة كورونا ما نستطيع أن نقف عند الأعداد الحقيقية لزوار محافظة مسندم على المستوى الشخصي أنت مصور وكذلك مسؤول ورياضي وفي مسندم اينما وليت وجهك فثمت ما يناديك اما للرياضه او للسياحه او لالتقاط صوره او ربما صيد السمك كذلك لأن ايضا لك في موضوع الصيد في متنفس من الوقت لتمارس هذه الهوايات نعم بالتاكيد اكيد وهي مدمجه حقيقه مع العمل لأن البرنامج الاول لاي شخص يعني يذهب وليحقق برنامج اداري تنموي اقتصادي يجب ان يتعرف على التفاصيل المكانيه، وبالتالي التجول والنظر الى الخريطه والتعرف الى مقومات كل منطقه وكل قريه ربما يكون فيها فرصه لعمل برنامج جيد هذه يعني مرحلة مهمة وحقيقة الآن أتجول في كثير من أرجاء المحافظة وأقترب من المجتمع فيها هذا يعزز من طريقة التفكير في كيف يمكن أن نسوق هذه هذه المقومات بشكل أفضل وهناك بعض يعني المحطات التي من القرى والتجمعات السكانية التي تتطلب إلى تطوير أكثر فنتصور الجمال موجود في الطبيعة ولكنه لا يكفي لصنع اقتصاد مستدام وقوي، يجب ان نضيف له خدمات مميزه، يجب ان نضيف له تجربه للسائح في المستقبل تجربه رائعه تاسر قلبه، تاسر عقله وتضعه ياتي مره ومرتين وثلاث، لا. واعتقد مع القليل من الجهد والكثير من التركيز و يعني الذكاء في الترويج هناك نسبة نجاح ممكنة إن شاء الله تلبي طموح المجتمع وتلبي طموح أيضا القيادة الحكيمة في هذه الفترة نعم شيء من لغة كمزار لهم لغة خاصة <applause> للأسف في حفظ اللغات ما كثير ولكن كلمة شابي وهي كلمة ترحيب المجتمع في كمزار مجتمع فريد جدا بسبب الطبيعة المكانية المحدوده وايضا عدد قليل من المركبات موجوده هناك، فنسق الحياه في كنزار يعني مميز، اخر جوله فيها يمكن مشيت تقريبا 18 كيلو في جبالها بمعيه اخوه كرام من القريه هناك. تمشي سيرا. سيرا نعم, نعم في الجبال لان المركبات غير موجوده، فانا اتصور كثير من المغامره بالامكان ان تعيشها في المحافظه. وتستمتع بالسيناريوهات سيناريو الغروب والشروق أيضا الجبال والسهول فنا أتصور هي تكتذب الكثير من السواح ولكن يجب أن نركز على بعض التحسينات التي تلبي طموح أيضا المجتمع في الترفيه وفي يعني خلنا نقول المعمار الحديث المعمار الذي يلبي تطلعات أطفالنا الصغار وشباننا يريدوا مناطق حضرية أكثر تطورا أكثر فنية أكثر رمزية يتفاعلوا معها وينتموا لها ويفتخروا بها وهذا إن شاء الله يأتي, يأتي مع الوقت نعم في آخر زيارة لي في مسندم زرنا دبا وين عملوا الجرز دبا نعم دبا أظن في, في ليما في أيضا نعم وعملت خاص وأرسل لي بعد ربما شهر وكنت أخص بي أحد الأصدقاء يعني ربما يسمعنا الآن وضربت موعد معه حتى أودي له هذه الهدية الثمينة فدخلت إلى المجلس فأول ما دخل أنا وهديتي في صندوق أجد م. هذا المجلس يعني في كل زاوية في جرز تخيل أنا جايب له <لأ> جرز <applause> يعني أن حاجة ربما فوجدت هنا جرز وفي اليمين جرز على يساري وفوق جرز سيد خالد بن حمد سعيد وجه له آه تحية فعاد ماشي بس قلت له زيده مع اللي موجود من الجرز اكيد حقيقه <applause> يصنع الجرز في معظم الولايات يعني الساحليه نعم. وهي ممتده هي جزء من حضاره المكان وايضا سكين ايضا هناك نعم. تصنع بشكل جيد، وبعض الصناعات الحرفيه المميزه، وحقيقه الاسر التي تصنع تصنعها باحترافيه وفيها استدامه قويه، يعني ممكن يظل الجرز معك يمتد لاكثر من 100 سنه واكثر، نعم. لان الصناعه صناعه مميزه ورائعه، نعم. فعلا متقنه. نعم، معالي غير عن الهوايات اللي ذكرتها، لك هوايات اخرى بعيده عن التخصص وبعيده عن التصوير. اقتناء السيارات على حسن ربما حسن؟ ربما نعم اكثرها المرتبطه بالسيارات ذات الدفع الرباعي اللي اتجول بيها مم. ولكن ما اعدل كثير في السيارات يعني مم. مريت على بعض مم. السيارات اللي مم. تمكنني من اتنقل وهي مرتبطه بهوايه التصوير اكثر شيء مم. جميل وجودك في مسندم مع العائله الكريمه مستقر لا للاسف بسبب مم. التنقل المستمر يفضل وايضا لمساحه الوقت خاصه في المرحله الحاليه مم. احتاج مساحه مع الـ يعني لعمل برامجي هناك وبالتالي هي تاخذ وقت كثير نعم حقيقه وسفركم بين مسقط ومسندم مستمر كيف مستمر, مستمر بالطائره خاصه يعني في فتره الجائحه نعم, نعم ولكن يعني تعودنا عليها وهي طبيعيه يعني كل ويكند كل عفوا اجازه نعم, نعم نعم حسب الاجتماعات وحسب يعني ما تفرض ما يفرض الوقت هنا وهناك لكن التنقل داخل المحافظه بعد بالقارب بالطائره بالطائره, بالطائرة العموديه وهي اجواء مختلفه ربما من ينتقل يعمل في مسندم للفتره الاولى يجدها فيها نوع من الاختلاف ولكن مع الوقت تصبح عاديه وطبيعيه وبالعكس تصبح ممتعه ايضا جميل لانك تعيش نفس التحديات اللي يعيشها الاهالي نعم. في طلبهم لخدمة في القطاع الصحي ربما خدمة إدارية من مؤسسة يضطروا أنهم ينتقلوا وهذه يمكن جزء من هذه طبيعة التنقل هي هي أحد التحديات ولكنها هي الناس اعتادت عليها ويجب أن نعيش ما يعيش المجتمع نعم على مستوى على المستوى الاعلامي طوال السنين الماضيه لم نجد الفرد في محافظه مسندم متذمر مع أن يطرح بعض بعض المطالبات ويشير إلى بعض التقصير في بعض الجوانب ولكنه ما متذمر وهذه حسنة تحسب أيضا لأهالينا في محافظة مسندم الصورة ليست مشرقة في كل مكان يعني في قصور هنا وتقصير هناك ولكن أقصد حتى في الطرح الإعلامي وكيف يتعاطوا مع قضاياهم وموضوعاتهم تطرح أيضا يعني بلغة تليق بتفهمهم للظروف في كل الأحوال فتحية أيضا من خلالنا لأهالي محافظة مسندم عبركم معالي السيد والوقت سبحان الله دائما يمر سريعا في التحاور وإياكم في هذه السهرات فشكرا جزيلا لك معاليك شكرا للاستضافة الكريمة وليعني أيضا من شاهدنا اليوم وتحية لكم مبدعين دائما ومتألقين بإذن الله بارك الله فيكم إذا مشاهدين الأكارم سهرات ليلة مسقط تستمر وقيمة مضافة كبيرة هنا ومعلومات ثرية طرحها معالي السيد إبراهيم بن سعيد البسعيد الموقر وزير الدولة محافظ مسندم وفي جوانب عدة ما تعني محافظة مسندم وكذلك أيضا في عالم التصوير وعالم الصوره تحديدا والدعوه لان نتحول بهذه الهوايه بهذه الحرفه الى صناعه وكثير من الدول التي تجاوزت في هذا الموضوع. حلقه الغد ستكون اقرب لعالم المال والاقتصاد وضيفنا العزيز سعاده رئيس البنك المركزي. فاصل نلملم ما تبقى ايضا من وقت هذه الحلقه. عندي انا طبعا عن سيد العطر والعود عبد الصمد القرشي اللي يقدم لكم اكبر واروع تشكيله من بخاخات العود في العالم مع دهن من نفس نوع البخاخ بصراحه مالها مثيل بحيث انك تستخدم الدهن بعدين تتعطر بالبخاخ من نفس نوع الدهن على سبيل المثال طيب بتراث العود وتتعطر ببخاخ تراث العود واوعدكم عندكم راح تحصلون على ثبات فوحان للعطر خرافي عبد الصمد القرشي سادة العطر تظل عمان دائما محافظة على اتزانها من خلال سعيها الدائم إلى تحقيق عدالة وجود تنوع ديني وثقافي وانسجام مكونات الفسيفساء المجتمعيه التي باكتمالها يكتمل المصير الواحد. والتاريخ دليل قاطع على تلاحم العمانيين وانتصارهم، فكل شبر في عمان يضيء الاخر، وكل زاويه فيها تنتصر لاختها. لا صراعات ايديولوجيه او جغرافيه او دينيه او عرقيه، فقط محيط عماني واحد، صحيح؟ ومعافى وإنسان متصالح واع لحقيقة المفاهيم الكبرى ليل مسقط موعد حب لا يتأخر تقبل تحيات موسى الفرعي ومخرج هذا هذه السهرات الأستاذ العزيز سعيد موسى